الو سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير اختي سناء؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. صباحك مبروك. صباحك مبروك اختي. الله يبارك فيك. شكرا بزاف على هذا البرنامج. شكر لكم، بارك الله فيك. تفضلي سوريا. عندي واحد الطبق ديال اللحم في الفران. اييه واخا. هلا كي واحد الكيلو ديال اللحم من جهه ديال الحنقرة. هلا واحد الدامسي ديال الزعفران. اييه. هلا واحد البصله مقطعه على اربعه. هلا واحد قبطة ديال كزبرة معدنوس. اييه. هلا واحد ثلاثة ديال الصوص ديال التومة غير هكاك صحاح. وعندنا واحد صغيرة ديال أزيل. واخا. كنديرو شوية ديال البزار. شوية ديال الكمون. تفضلي. شوية ديال الخرقوم. اييه. كنديرو في الكوكوط وكنمرقو الماء اللي كيتغطى لينا اللحم. اييه مرقوم. كيتغطى لينا اللحم. صافي وكنسدو على هذيك الكوكوط حتى كيطيب داك اللحم مزيان. اييه. فاش كيطيب كنهزوه وكنديروه في اللاطة وكندهنوه بدامتي ديال السمن. وشويه ديال لامونطارد. اييه. وكندخلوه للفران وهذيك الميقة اللي كتبقى لنا كنسقسيوها في ديك الصفايه ديال الصفايه راه كتجي منبيه وكنخليوها كتختار حتى كتجي منبيه هذيك المريقه. اييه. صافي وكنقدموا هذاك اللحم في الطبق فاش كيتحمر لينا وكندو نديرو دوك لاصوص كتحف بليفات اللي بغى لاصوص كياخذها. كياخذها. الله يعطيك الصحة. تبارك الله عليكم. اللحم بالمذاق ديال اليزير وحتى هو اليزير يعني صحي يعني نحاولوا نطيبوا به. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. كيجي رائع، كيجي رائع اخي. شكرا لك بزاف اتوريا على تواصلك معنا وعلى هذه المشاركة.